من جديد مستمعينا الأفضل في أولى فقرتنا صباحية مع الدكتورة إيمان سلاوي، أخصائية في الطب التجميلي والتغذية الدقيقة بالدار البيضاء. أسبوع متميز قضينا مع الدكتورة، تعرفنا على مجموعة من تقنيات التجميلية. اليوم مستمرين كذلك معها على خيوط الشد. بزاف ديال الأسئلة كتشغلكم، كنحاولوا أننا نطرقوا لها كلها. هي فقرة الجمال معك دكتورة إيمان. صباح الخير دكتورة إيمان. صباح الخير سارة، صباح أخبارك المستمعين؟ لاباس الحمد لله. جمعة مباركة دكتورة، وشكرا لك على هذا الأسبوع المفيد اللي قضينا معك. الله يبارك فيك، شكرا لكم. بارك الله فيك. إذن دكتورة كيف ما عودتينا، نبغيوك تعريف على خيوط الشد. شنو هما بالضبط؟ ليش كيليقوا؟ نتعرفوا معك إلا سمحتي. على خيوط الشد، هما خيوط مصوبة بواحد المادة اللي سميتها PDO polydiethylene. نعم. اللي هي معروفة من شحال هذه، كيستعملوها في الخيوط ديال الجراحة باش كنشدوا الجرح، باش كنخيطوا، واللي هي كدوب، يعني خيوط اللي غير ضربابي. نعم. لكن نحتاجوش نزولوها من بعد. هاد الخيوط فيهم بزاف الانواع، منهم جوج اللي متميزين، هما الخيوط اللي هما ملفين اللي في اللي سامبلز، والخيوط اللي هما مدرجة فيهم ثمينات. نعم. ايه على هاد الخيوط المفعول ديالهم كيفاش كيدار؟ الخيوط فاش كندخلوهم في البشرة ديال السيدة، هاد البشرة كنخلقوا فيها واحد الالتهاب، حيت الخيط هو سي ان كور اترانجي، يعني مادة اللي هي خارجية. نعم. هاد الالتهاب وهاد الكور اترانجي شنو كيدير؟ كيجعل الخلايا ديال البشرة تنشط وتبدا تفرز الكولاجين والالاستين باش تسيكاتريزي داك الموضع اللي فيه داك الخيط. نعم. هادشي شنو كيعطي؟ كيعطينا بعد شهور المفعول كيبقى 6 شهور حتى العام. نعم. ديال الخيوط كيعطينا هذاك الافراز، كيعطينا واحد البشره اللي هي فيها الليلاستين اكثر، يعني اللي بلوز الاستيك، اللي كيكون رجعت شويه ديال السمكه فيها، حيت التجدد كان بواحد الشكل اللي هو اكثر من طبيعي. ومع الخيوط المدرجه كاين اون تراكسيون ميكانيك، يعني واحد الشد اللي هو ميكانيكي ديال البشره. نعم. بمعنى مباشرة من بعد كتبدا تبان النتيجة أو لا عند واحد الوقيتة؟ ألوغ بالنسبة لخيوط الشد المدرجة، مباشرة من بعد كتبان النتيجة، ولكن النتيجة كتحسن مع الوقت. نعم. بل الخيوط اللي هي ملفة لي مونوفيلامون، النتيجة كتبان بشوية بشوية، ما حد الخلايا كيفرزوا الكولاجين والإيلاستين، ما حد البشرة كتحسن. نعم. وكل واحد شنو كيصلح له دكتورة؟ زعما على حسب النوعيه ديال شنو بالضبط؟ مثلا اول حاجه كتعملوا، اول حاجه خصنا نعرفوا ان هاد خيوط الشد ما كتحلش محل الجراحه. يعني الا السيده عندها وجهها هبط بزاف وثقيل ولا بطوز هي مهمه بزاف، خيوط الشد ما غيعطيوهاش ديك النتيجه اللي بغات. خيوط الشد كنديروها عند السيده ما بين 45 سنة. نعم. كيكون هذاك لابتوز، يعني الوجه هبط بطريقة خفيفة أو متوسطة، ماشي تكون كبيرة. نعم. باش يكون عندنا نتيجة اللي هي زعما زوينة. هاد خيوط الشد كنحطوهم بشكل اللي هو سهل جدا، يعني ما كيحتاجوش وقت كبير، والسيدة كيما كتدخل كتعاود تخرج مر ساعة. ما فيهش مشكل. نعم. ما كيعطيش الام او لا شي حاجه هكذا دكتوره؟ كيقدر بيان سور يكونوا دي بيتي بلو، يعني واحد زروقه صغيره ولا دي بيتي ديماتوم. الخيوط اللي كيقدر السيده تحس بحال عندها الشوك في وسط وجهها، كيجيب لها الله وجهها مشوك شويه، وداك كيزول هذا الاحساس مورا 3 ايام. كيقدر ايضا يعطينا شويه ديال الالم، هذوك الخيوط المدرجه كتعطي شويه ديال الالم اللي هو كيزول مور يومين او 3 ايام. نعم. وبالنسبه للحصه كيفاش اول حاجه كتبداو زعما مثلا مع السيده اللي بغات دير او السيد اللي بغى يدير هاد لي في التونسور، شنو بالضبط اللي كتعتمدوا عليه دكتوره في البدايه باش ندوز الحصه في احسن؟ نعم. كنبداو ديما بالتنظيف والتعقيم ديال البشره، هذا اساسيه في جميع الحصص. كناخذوا بواحد الفتخ ديرماتولوجي، كنرسموا في الوجه فين غادي نحطوا داك الخيوط، حيت الخيوط كنحطوهاش عشوائيا، كنحطوها حسب النتيجه اللي بغينا، وحتى كنختاروا النوع ديال الخيط بالنسبه لشنو اللي بغينا نديروا عند السيده. من بعد بالنسبه للخيوط اللي هي سامبل، هي كتكون ديجا خشيه في وسط واحد الابره، دونك كنخشيو داك الابره في الجلد وكنزولوا الابره والخيط كيبقى لداخل. بالنسبه للخيوط المدرجه كيكون في وسط اون كانيول،
لا كانير هي ما كتبش الوجه، يعني خصنا نحلو ندير واحد تقيضه صغيره بابره. دونك داك الموضع اللي غنحلو كنديرو فيه شويه ديال التخدير الموضعي، كنحلو كنخشيو هذاك الخيط المدرج اللي هو وسط لاكانير بالشكل اللي بغيناه، ومن بعد كنزولو لاكانير كيبقى الخيط المدرج الداخل. كنجلسو السيده وكنعطيوها مرايه وكنبداو الشد ديال الخيط بالشكل اللي هي بغات، ومن بعد كنقطعوا الخيط باش ديك لابارتي اللي هي فايته الجلده كنقطعوها باش يبقى الخيط لداخل. كيقدر يكون تيبان الوجه ماشي متوازن، كيكونوا حفيرات، كيكون شويه تكماش، ولكن داك الشيء كيزول بشويه بشويه مع لا سيكاتريزاسيون. نعم. باش تلت النتيجه النهائيه اللي هي كتكون ماكسيمال مور 3 شهور وكتبقى المفعول ديالها عام. نعم. ولا سيكاتريس فين كتكون بالضبط دكتوره؟ ما كتكون حتى شي سيكاتريس، هذاك الثقب اللي كنديرو ديال ملي كتدخل الابره. نعم ممتاز. نعم. وبالنسبه مثلا السيده اللي بغات ديرها شحال تقريبا المده عاود ممكن يتعاود يدار خويا تشد؟ من مور عام تقريبا. نعم. كاينين موانع ديال الاستعمال دكتوره؟ بالطبع كاين ديما موانع ديال الاستعمال ديال الخيوط الشد، كاين الامراض ديال المناعه دونك لي مالادي اوتو ايمون، الامراض الدمويه فهي باش يكون السيده عندها ديجا حساسيه لذاك الماده ديال الخيوط، فايت لها في الحاج وخيطوا لها وقع لها شي مشكل مع ذاك الخيوط، مع ان الحساسيه لهاد الخيوط كتكون زعما قليله جدا جدا جدا. وكاين حتى اشياء اللي خصنا نحترموها مرة ما نكونوا حاطين الخيط في وجهنا. اولا ما ناخذوش ماده الاسبرين او مضاد الالتهاب مده 3 ايام حتى 5 ايام من بعد ما حطينا الخيوط، ما نديروش الرياضه، ما نمشيوش الحمام، ما نمشيوش عند طبيب الاسنان، حيت الا بقينا حالين فمنا بزاف غادي نحلو الخيوط في ديالنا. خصنا مر شهر عاد نقدروا نمشيو عند طبيب الاسنان، ما نضحكوش ما نحكوش بزاف، ما نحلوش فمنا بزاف حتى يكون لا سيكاتريزاسيون تمات بشكل اللي هو نهائي. نعم. واحد المستمع كتسول على واش بالنسبه لهاد الخيوط ديال الشد واش نفس الشيء بالنسبه للليفتينغ، واش نفس الطريقه زعما؟ لا ماشي نفس الطريقه. الليفتينغ هو جراحه اللي غادي نزولوا منها الطرف ديال الاسره وغادي نقطعوا وغادي نخيطوا. هاد خيوط الشد هي كتشد ولكن ماشي بداك الشكل اللي غتعطينا الجراحة. نعم. ما كتعتبرش من العمليات الجراحية نهائيا. لا نهائيا. هي ماشي عملية جراحية، وكما قلت لك هي بالنسبة للسيدة اللي هي عندها بين 35 حتى 45 سنة، يعني ما كيكونش داك لو غولاشمون زائد كبير ولا كثير. نعم. بالنسبة لهاد الخيوط ديال الشد دكتورة كيداروا غير في الوجه في المنطقة ديال الوجه بوحدها ولا؟ لا يقدروا يداروا في الداف، كيداروا في دونك في لي بغا باش تكون داك الرخوه اللي كتكون عندنا شويه. نعم. كيجيو مجموعين نقدروا نديروهم في الداخل ديال الفخاد هما كيترخاو، كنقدروا نجمعوهم بخيوط الشد. نعم. الكرش حتى هي او لي فيس حتى هما كنقدروا نديرو فيهم خيوط الشد باش نطلعوهم شويه. نعم. تبارك الله عليك دكتوره، شكرا جزيلا على هذا الاسبوع المفيد اللي قضينا معك، على امل لقاء بك ان شاء الله في حلقات مقبله من برنامج لقاء المفتوح. تحياتنا لك وجمعه مباركه دكتوره ايمان سلاوي، اخصائيه في الطب التجميلي والتغذيه الدقيقه بالدار البيضاء.